النسيج، هذا نطاق تذبذب عالي جدا. لكن تعالوا شوفوا ما شاء الله نسيج عنده حاجة حلوة هنا، ألا وهي هيا شوفوا هذا الترند، ترى ما هو لعبة. والله شوفوا الخط الاستراتيجي ده برضو ما هو لعبة، والله يا خط محترم. هذا في مارش لو تبغى تناور أفضل منطقة مناورة في قريب 36، ويا ويلك انكسرها. أي 35-90 35-90-36، هذا أهم دعم في شهر مارش. طالما السهم فوق الرقم ده ترى في احتمال كبير إن شاء الله إنه السهم ده فين يعني يمارس هوايته في المضاربة. يعني شوفوا هو إيش كاسر دحين، هو كاسر هذا الخط عند 42-43 على النظرية، قيمته الآن 40-60. طيب إذا توفق السهم ده واقتحم 43 في شهر مارش وين حيروح؟ هنا السؤال. طيب يا أبو محمود دحين نحن هنا خلينا نمشي على الموجة دي، إذا افترضنا إنه هو عنده مسار صاعد وساحبين الفيبو بالعكس. الله 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 الله. يا سلام سلم، القمة محسوبة علينا ب 96.55 96.55، وقاعنا التصحيحي كان في شهر 7 30.40 30.40، وقلنا القمة 96.55 30 كمان مو 30-40 30-30. هيا مين يقول لي يا شباب أهم رقم في مارش تعتبر مقاومة من عيار ثقيل؟ شايفين الشمعة من فين بدأت في فبراير ونزلت؟ لأنها ما قدرت تخترق متوسط 50 على الشهري، كانوا في يناير قدهم ضربوه وما قفلوا فوقه. إيش سوى في فبراير؟ طاح السهم ويعتبر سلبي، يعني ساقط كسر 43 ولا قدر حتى يغلق فوق 23 فيبو من موجته الرئيسية. لذلك الآن لو دققنا في الصورة من 46 لكم يا شباب أهم رقم لو تحرك نسيج في موجة مضاربية يعني محترمة؟ وين أهم رقم تعرف أنت في مفترق طرق عندك؟ يلا أنا بسألكم سؤال عشان أشوف الشباب اللي متابعين معايا أختبرهم، هل هم فاهمين علي وعارفين التحليل الكلاسيكي إيش يقول؟ ما بين كم وكم أهم مقاومات نسيج في شهر مارش؟ يعني يوم توصل عندها أنت في منطقة مفترق، يعني لازم تخفف وتنتظر تشوف إيش يبغى يصير وترفع درجة المحافظة على الأرباح. ها الأرقام واضحة ولا ما هي واضحة؟ ما بين 46 وإيش؟ كم يقرأ متوسط 50 على الشهري؟ يقرأ 47-30 تقريبا. يعني يا جماعة لو جاتنا شمعة مارش خضراء وطلع نسيج بمجرد يوصل 46-47 انت هنا في مفترق من عيار ثقيل. تعرف هذا المفترق لو عداه ايش يسوي؟ السهم ده ممكن يروح 55 وانت تضحك مضاربيا، ولو لا سمح الله تعرض نسيج الى عملية نزول يعني كمل موجة الهابط. أين يكسر الترند الرئيسي هذا؟ ما بين كم وكم؟ شوف ما بين 36-34.5. طيب ما هي أقرب مقاومة لنا في مارش؟ 43. أقرب دعم لنا في مارش حيكون قاع الموجة هنا 37-85. هذه مناطق مضاربية أولى، شايفين؟ يعني قبل ما نفكر في الدعم الرئيسي الأول ترى في منطقة مناورة هنا قريبة 38 ريال 37-75 ممكن سبحان الله يضرب فيها ويرجع. لكن لازم تعرف نطاقك الطبيعي في النزول ونطاقك الطبيعي في الطلوع. وين المنطقة لو انكسرت في مارش تعتبر بذرة مطي وبررم وعفشك والجبل؟ ما يصير يكسر 34.5 أو من 36-34.5، هذه حدود الدعم على الشهري، يعني أهم أرقام في شهر مارش. أما المضارب اللي بيلعب على المرحلة دي من 43-38، يعني 38 تبدأ تلقط صباع على قولهم وتقعد تقول بسم الله حط رجلي، الرجل الثانية 36 وقف الخسارة 34.5. تحرك السهم تخطى 43، الله أكبر، كشف 46-47.30، هنا منطقة تخفيف. وراقب السهم قول يا ويلك إن تنزل تكسر مثلا 46، شفت وصل 47 ترفع درجة المحافظة على أرباح 46، اخترق
حيصير الشامشة من كحل. الهدف المكشوف أمامنا منطقة 38 في، وشوفوا لو دورنا خطوط عرضية، الله جاي الخط العرضي ده قريب 55 عند 54 58 8 54 8. ها يا ملاك نسيم، خلاص هذا السهم مضاربي دمه خفيف، لكن لازم يعرفوا اللي يشتغلوا في الأسهم المضاربية الحدود الكبيرة. يعني أنا أنبسط لما أشوف ترين صاعد زي كده، ما أخاف من السهم، أقدر أجزئ طلباتي ألعب وأنا مرتاح، لكن ما يصير أشوف منظر زي ده مكسور. وبعدين ترى الهدف مغرب صراحة، يعني المرة القادمة لو السوق كان إيجابي وفي شمنك حلي، وهذه من الأسهم اللي تخالف السوق أحيانا مع الأسهم المضاربية، هذا لو عد بحول الله 47 بالراحة تشوف 53 إلى 55 أنت وحظك، ويا سلام عن اللعبة دي.